إذا كنت من المتابعين الجدد، اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس. لا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام والإيمان، ولك الحمد أن جعلتنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. أما بعد، دي شجرة الكريسماس اللي الناس بتجيبها كل سنة ويحط فيها هدايا وإضاءة وأجراس من غير ما حد يعرف حكايتها ولا أصلها ولا فصلها. بيعملوا زي واحد ماشي في الشارع فلقى طابور طويل، فقال طالما الطابور طويل والناس ملمومة كده فأكيد حد بيبيع حاجة كويسة، فوقف الطابور. فلما لقي الطابور ما بيتحركش راح سأل اللي قدامه، قال له هما بيبيعوا ايه يا أخ؟ قال له معرفش والله، انا لقيت زحمة فقلت اكيد بيبيعوا حاجة كويسة فوقفت هنا. فراح سأل اللي قدامه واللي قدامه لغاية ما وصل لأول واحد في الطابور، فقال له طابور ايه ده وبيبيعوا ايه؟ قال له محدش بيبيع حاجة، انا بس كنت معدي هنا بالصدفة في رباط الجزمة اتفك فوقفت علشان اربطه، لقيت واحد جه وقف ورايا وواحد وقف وراه لحد ما بقي الطابور اللي انت شايفه ده. قال له يعني انت عايز تفهمني ان مفيش حاجة بتتباع هنا؟ قال له ايوه مفيش. قال له طالما كده انت واقف ليه ممشيتش؟ ما تمشي. رد عليه وقال له انت عايزني لما بقيت اول واحد في الطابور اسيب وامشي؟ لا طبعا ما يصحش، خليك واقف مستني. نيجي بقى لمعنى كلمة كريسماس. كلمة كريسماس مكونة من مقطعين، المقطع الاول وهو كريست ومعناها المخلص وهو لقب للمسيح، اما المقطع الثاني وهو ماس وهو مشتق من كلمة فرعونية معناها ميلاد. وبعد ما عرفنا معنى كلمة كريسموس، تعالوا نشوف ايه حكاية الشجرة دي. فالشجرة دي ملهاش اي علاقة بميلاد المسيح من قريب او من بعيد، لدرجة ان امريكا اصدرت قانون سنة 1659 يمنع الناس انها تحتفل بشجرة الكريسماس باعتبارها عادة وثنية. والشجرة دي اول ما ظهرت تاريخيا ظهرت في المانيا في القرون الوسطى، وكان في هناك ناس بيعبدوا الشجر وبيحتفلوا كل سنة بعيد الإله بتاعهم اللي هو الشجرة، وده كان بيتم عن طريق ان كل واحد فيهم بيقطع شجرة وياخدها ويروح يحتفل بيها في وسط أسرته. وفي عهد القديس بونيفاسيوس بعت لهم بعثة تبشيرية كبيرة، اللي حصل انه شافهم وهم بيحتفلوا تحت أشجار البلوط، ربطوا طفل وعزموا على ذبحه فهاجمهم وخلص الطفل منهم وقطع الشجرة دي. وبالرغم من انهم لبوا دعوته في الدخول للمسيحية الا انهم اصروا على الاستمرار في الاحتفال بالشجرة دي مع اضافة رموز مسيحية اليها، فاضافوا النجمة الموجودة اعلى الشجرة اللي بترمز للنجمة اللي دلت المجوس التلاتة لمكان ميلاد المسيح. والقصة دي موجودة هنلاقيها في انجيل متى، وباختصار الرواية دي بتقول ان في تلاتة مجوس كانوا بيعبدوا النار وكانوا منتظرين ميلاد المسيح. في يوم ميلاده اختفت النار دي وكان في نجم في السماء، والنجم ده فضلوا الثلاثة ماشيين وراه وهم اللي وداه، وهو النجم ده هو اللي وداهم من ايران لبيت لحم في فلسطين، وهو اللي دلهم على مكان المسيح وامنوا بيه. انجيل متى الاصحاح الثاني. ولما ولد يسوع في بيت لحم اليهودية في ايام هيرودس الملك، اذا مجوس من المشرق قد جاءوا الى اورشليم قائلين اين هو المولود ملك اليهود؟ فاننا راينا نجمه في المشرق واتينا لنسجد له. فلما سمع هيرودس الملك اضطرب وجميع اورشليم معه، فجمع كل رؤساء الكهنة وكتبة الشعب وسالهم اين يولد المسيح، فقالوا له في بيت لحم اليهودية، لأنه هكذا مكتوب بالنبي وأنت يا بيت لحم أرض يهودا لست الصغرى بين رؤساء يهودا، لأن منك يخرج مدبر يرعى شعب إسرائيل. حينئذ دعا هيرودس المجوس سرا وتحقق منهم زمان النجم الذي ظهر، ثم أرسلهم إلى بيت لحم وقال اذهبوا وافحصوا بالتدقيق عن الصبي،
ومتى وجدتموه؟ فأخبروني لكي آتي أنا أيضا وأسجد له. فلما سمعوا من الملك ذهبوا، وإذا النجم الذي رأوه في المشرق يتقدمه، حتى جاء ووقف فوقه حيث كان الصبي. فلما رأوا النجم فرحوا فرحا عظيما جدا، وأتوا إلى البيت ورأوا الصبي مع مريم أمه، فخروا وسجدوا له. ثم فتحوا كنوزهم وقدموا له هدايا ذهبا ولبانا ومرا. وبكده تكون كلمة كريست مسيحية، وكلمة ماس فرعونية، والشجرة وثنية، والنجمة مجوسية، واللمبات دي والهدايا الموجودة دي إضافات حديثة جدعانة كده من الناس اللي بيحبوا الشجرة دي. ببساطة الشجر، شجرة الكريسماس عبارة عن سمك لبن تمر هندي، أو يعني من كل فيلم أغنية. السبب في انتشار شجرة الكريسماس هي الملكة شارلوت، ودي تبقى مرات الملك جورج الثالث ملك بريطانيا سنة 1790. وفي سنة 1820 تم اختراع التصوير الفوتوغرافي، وتصورت شارلوت مع الشجرة وانتشرت العادة بين الناس. وتيجي الحرب العالمية الأولى، وبعدها الحرب العالمية الثانية، وتخسرهم ألمانيا، ويهاجر الألمان لكل مكان بما فيها أمريكا، ويتلي في قانون الوثنية، وتنتشر العادة الألمانية وانتشار شجرة الكريسماس. والدليل ان شجرة الكريسماس وثنية اعتراف القساوسة المسيحيين بذات نفسهم. والدليل الأول من موقع الأنبا تاكلا، واللي بيقول فيه: عندما نعود إلى قصة ميلاد المسيح في الإنجيل المقدس، لا نجد أي رابط بين حدث الميلاد وشجرة الميلاد. أما الدليل الثاني وهو اعتراف الأنبا روفائيل، اللي بيقول فيه إن عيد ميلاد المسيح مأخوذ من الوثنيات. كان في عيد وثني اسمه عيد الشمس عند الدولة الرومانية، العيد كان يوم 25 ديسمبر. لما جت الدولة اتنصرت، راح قسطنطين الملك نصر الأعياد، ومن ضمنها عيد الشمس بتاع إله الشمس دوت، راح منصره وقال لك هنعتبره دوت يوم كريسمس. وكمان في قساوسة أجانب أقروا بأن أعياد الميلاد وثنية. Trees have been worshipped by virtually every pagan culture in the world and was again a major symbol of sun god worship and fertility. It took the place inside the pagan home of the obelisk. The fir tree took the place of that obelisk as a picture or a symbol of the sun god. That's why they put the sunburst or the eight-pointed star on top of it. The fir tree was said to be a magical tree because it remained green all year long. It was decorated in some cultures with fruit to symbolize new life, and in other cultures it was decorated with 12 candles to honor their sun god, because the feast of Saturnalia was 12 days. That's where you get the 12 days of Christmas from. Today we even sing songs to it, just like they did in the pagan worship rituals. All this business about mistletoe, pagan. Christmas trees, pagan. Giving out gifts, pagan. Every bit of it is pagan. Every single bit of it is pagan. We've Christianized it all. And so that's good. And so we have time, we celebrate for Jesus, and everybody gets all misty-eyed. But the truth is, they're all pagan. واللي بيأكد الكلام ده الفيلسوف والمؤرخ الأمريكي ويل ديورانت في كتابه تاريخ الحضارة، واللي بيقول فيه إن المسيحية لم تقضي على الوثنية بل تبنتها. بيقول كمان في نفس الكتاب: قصار القول أن المسيحية كانت آخر شيء عظيم ابتدعه العالم الوثني القديم. يعني المسيحية ما قضتش على الوثنية زي ما قضى عليها الإسلام، بل على العكس المسيحية أخذت من الوثنية. والمؤسف أن بعض المسلمين بيحتفلوا بأعياد الميلاد وبيشتروا شجرة الكريسماس، لدرجة أن واحد مسيحي اسمه مايكل وهبة مستغرب من احتفالات المسلمين بالكريسماس، لدرجة أنه اتريق على صورة المسلمين بيحتفلوا بالكريسماس وقال احتفالات الكريسماس وأعياد الميلاد حلوة بس ناقصها أخواتنا المسيحيين. ومش عامة المسلمين بس اللي بيحتفلوا بالكريسماس، ده المشاهير في العالم زي محمد صلاح لاعب كرة قدم مصري محترف في نادي ليفربول بإنجلترا، اللي نشر صورة ليه هو ومراته وبنته وراهم شجرة الكريسماس. الأمر اللي خلى البعض يستنكر الفعل ده، واحد من الأشخاص علق وقال:
عجبا لزمن أصبح فيه الأعجمي مثل أوزيل يحارب العالم لنصرة الإسلام ويحتفل من اشتهر بفخر العرب المسمى محمد ولقبه صلاح بأعياد الميلاد بصورة يظهر فيها برفقة زوجته المحجبة وابنته المسمى مكة ومن خلفهم شجرة البدع والضلال. ومش محمد صلاح بس كلاعب كرة مشهور اللي احتفل بالكريسماس، ده كمان في بطل العالم في الملاكمة الباكستاني أمير خان اللي نشر صورة ليه مع شجرة عيد الميلاد مع أسرته، ودي نفس الصورة اللي نشرها محمد صلاح. ورسالتي بوجهها لكل المسلمين اللي بيحتفلوا بالكريسماس أو أعياد الميلاد، وخاصة اللاعب محمد صلاح وأمير خان. انتوا كنتوا بتتبعوا الوثنية من ناحية، وكمان بتقروا وبتعترفوا ان المسيح عليه السلام اتولد يوم 25 ديسمبر، وكمان ده اقرار منكم بان سيدنا عيسى هو الابن المولود للاله، وده شرك بالله سبحانه وتعالى، لان المسيحيين بيعتقدوا بان سيد المسيح عليه السلام هو ابن الله المولود. فاحنا كمسلمين لينا عقيدة وهم كمسيحيين ليهم عقيدة، واحنا الاتنين بنحترم بعض، فاختلافنا في العقيدة ما يمنعش الإحسان اللي أمرنا به ربنا للمسيحيين. يعني مثلا لو جاري أو زميلي المسيحي نجح في امتحان أو اترقى في وظيفة أو عنده مناسبة اجتماعية سعيدة، ففي الوقت ده أقدر أهنيه وأبارك له، وفي نفس الوقت لو اتعرض لمشاكل في حياته أقف جنبه، لأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. يعني واحد لا حاربني ولا خرجني من بيتي، فربنا أمرني بالإحسان والعدل ليه، يعني أقف جنبه وأساعده إذا احتاج مساعدة وأهنيه وأبارك له لما يكون عنده مناسبة اجتماعية سعيدة، وده هو الدين اللي ربنا أمرنا به. أما إني أحتفل معاه في حاجة تخالف عقيدتي كمسلم فده أمر لا يجوز. واحتفال المسلمين حاليا بشجرة الكريسماس أو أعياد الميلاد من دلائل نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللي أخبرنا فيها بقوله: لا تتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن؟ فعلى المسلمين معرفة قدر دينهم وشرف نبيهم صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، أي فيه ارتفاع شأنكم وعزكم. وقال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. نسأل الله تعالى أن يعزنا بالإسلام، وأن يعز الإسلام بنا، وأن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.